أهلين مرت عمي، قصدي مديحة خانم. جان، جان، وينك ابني؟ جاوبني، وين ما كنت تطلع؟ صدقني ما راح أعصب. فيني أفهم شو اللي عم يضحكك يا قزمة؟ اللي بيضحك بالموضوع انه حضرتك جاي لهون مثل كانه ابنك الصغير هرب لعند الجيران، بس جان الصغير مانو عندي. ما بصدق لحتى اشوف بعيوني، وماني متحركه خطوه من هون. جان، لك نحن اتطلقنا، حتى بعد ما اتطلقنا ما خلصت لا منه ولا من امه. اوف، ان شاء الله بتنفك اسحار هالقزمه وبتنفتح قسمة ابني. كش برا وبعيد، كش برا وبعيد، يا سحر القصعونة. كش برا وبعيد يا سحر القزمة، كش برا وبعيد يا سحر القزمة. الله يبعدك عن ابني انت واسحارك. كش برا وبعيد. لك انت شو عم تساوي؟ فيني افهم انت ليش لاحقتيني؟ بحب قلك اني مضطرة الحقك لانه ببساطة عم تتمشي ببيتي مديحة خانم، وحضرتك عم تعملي لي شغلات كتير غريبة. شو عم ترشي لي ببيتي؟ لتكوني عاملتي لي شي سحر. بالله بالله بالله، عم تتمسكني؟ عن جد ما عرفتك. تمسكنتي لحتى تمكنتي وصرتي تقولي هاد بيتي. لو انه ابني ما عمل بأصله وترك لك هاد البيت، كنتي بتقدري توقفي قدامي وتتفزلكي وتعلي صوتك وتحكي بهالوقاحة؟ بالله بالله بالله، بعد كل شي سويتي عم تحكي هي؟ برأيي بلا ما أغلط بحقك وتفضلي لبرا مديحة خانم، مع ألف سلامة. كش برا وبعيد. الله معك. اسمعي يا فصعونة، وينو ابني؟ يلا جاوبيني. جان، يعني برأيك أنا طويت زلمة طوله 190 سنتيمتر وحطيته بالدرج؟ لك أنا شو بيعرفني وينو ابنك؟ يا خانم، بحب قلك أنه طلقني وما عاد زوجي، ماني قاتلة حالي على شوفة ابنك، وحلو عني بقى. ليه فصعونة؟ يا ويلك إذا بتكوني عم تكذبي. وشو بدك تعملي يعني؟ يعني لو مالي خايفة من الفضايح كنت بجيب الشرطة لهون معي. طيب مديحة خانم تفضلي. اسمعيني، أنا هلأ رح روح، يكون بمعلومك ولازم تعرفي رجعتي رح تكون كتير مدهشة. آخ، طيب ممكن تتفضلي وتطلعي من بيتي هلأ؟ تفضلي. أنا بفرجيكي قليلة أدب. خدي البيت، اشبعي منه. تفو يا عيب، شو ما عليكي يا حوينة التعب فيكي، يا ناكرة الجميل، يا خاينة. إلا إلا، عفوا، أي تعب تعبتي علي أنا بالذات؟ أنت بصفتك مديحة تيكين، أي تعب تعبتي علي؟ شو المعروف اللي عملتي معي؟ أنت اللي قلتي عني سمينة، وأنت اللي قلتي عني قزمة، وأنت اللي بالراحة وبالجاية عم تسمعيني حكي، مين اللي طلع روح التاني؟ فيكي تجاوبيني مين؟ برافو عليكي أنت، بكفي حاجة بقى. لك تفو يا قليلة الترباية. آخ، أنا رح أوقع من طولي. وين الشوفير كمان؟ لا، أحسن شي رح روح على بيتي وأوقع من طولي براحتي. حسن، تعال هون ابني، أنت أسندني، رح أوقع من طولي، تعال. شبكي مديحة؟ شو هالدراما الفظيعة اللي عم تعيشيها لحالك؟ أنا مالي رايقة لمقلستك هلأ، جان مو مبين وصار له أسبوع. الولد حابب هالفترة يضل لحاله. شو هالحكي؟ شو نسي إنه عنده أهل؟ ما بصير يتركنا بهالحالة هي. إيه عمي، منحط خبر عنه بالتلفزيون؟ شو هالحكي بديحة؟ رؤي بلا حكي فاضي، ابني صار رجال قد الشنتير، أكيد بيكون راح على شي بيت يريح راسه فيه. والله مزبوط حكيك، بس يا ترى وين هاد البيت؟ وين بده يكون هلأ وبأي بيت قاعد؟ شو بيعرفني بأي بيت مديحة؟ البلد كبيرة وما رح تقدري تلاقيه. مو معقول هيك، ما رح يمشي الحال. ناجية، ناجية، نعم يا خانم. قولي للشوفير يحضر السيارة، جيبي شنطايتي وجواكيتنا أنا وعمي، طالعين من هون. وين بدنا نروح؟ رح ندور على جان. هلأ روقي، ما بدي روح. شوفيرية اتنيناتهم مع تحسين بيك مديحة خانم، ما عرف يطلبهم غير بهذا الوقت. مو مشكلة، أنا بسوق. تفضل. ما بدك تروح تدور على جان؟ يعني من جهة بقول بدي روح، ومن جهة احساسي اذا بتحب حالك لا تركب بسيارة مديحة عم تسوقها. قرر شو بدك تعمل عمي.
يا ربي دخيلك. أخ على العيشة أخ. أوف. لكن ساعة على الطريق، أنت متأكدة إنه هذا هو الطريق الصح؟ إيه متأكدة طبعاً عمي، معقول ضيع؟ لا ما بتضيعي. استدر إلى اليسار. ها ليك لفوا على اليسار هيك عم تقول؟ ما يكون يمين، لأنه ما في ولا يسار هون. عادي عمي، يمين أو يسار ما بتفرق. ما في هون طريق تاني أصلاً. أكيد هاد هو. أكيد. إيه أكيد. على خير إن شاء الله. لك ليش وقفت؟ ما يكون خالص بنزين. لك ما خطر لي تشيك على بنزين قبل ما نطلع؟ ايه والله خلاص. المفروض تنبهني على اساس انت رجال وبتفهم بكل شيء. ليش انت بحياتك فرحتي بشيء بس شاطرة تلوميني الي انا على كل شغله بسويها؟ يا ريت انقطع لساني لما قلت لك قوم تعال معي. احمد ربك اني جيت معي، والا كنت صرتي لقمه سهله للثعالب والدياب اللي هون. اتصلي بتحسينه خليه يجي ياخذنا بسرعه. مستحيل، انا ما متت لسه، نحن رح نلاقي حل وندبر راسنا لحالنا. هاي سياره هون هون هون. تعا تعا تعا، الله يوفقك. تعا قرب قرب. تعا 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 تعا. أخي ما تواخذنا بس، خلص البنزين معنا، فيك تاخذني لأقرب كازية لو سمحت، بدي عزبك. إباغدك بعيوني. شفت شلون؟ حليت المسألة، شوف ما ماتت الإنسانية لسه، ليكو رح يوصلني لحد الكازية. مديحة، لك وقفي وين رايحة أنتِ؟ وقفي. خير شو الموضوع؟ معلي ولك، أنتِ كمان روح بحاسبي لك، يلا نشوف. نلعب هون، قليل التربية، شو مالك خجلان من حالك ولك؟ يلا نلعب وشي. وصل لك يا ختيار الجن. لك خلاص لساته عم يرد وشي، وأنتِ تعي لهون لشوف. عمي، لك ليش هيك خانقته؟ الزلمة كان بده يساعدنا شبك. لك اسكتي كرماله لله اسكتي. والله انت بتطلع الواحد عن طوره مديحة. يلا اتصلي بتحسين خليه يبعت سيارة ياخدها من هون. لك الزلمة كان رح يوصلني لحد الكازية شبك. استغفر الله العظيم. لك اوف. اخ ليش اتأخر وهالشوفيرية هيك ليش؟ هلأ بيوصل ولا تضل تنق عمي. ما اتصلت بتحسين من شوي قدامك؟ ها على الأغلب هدول هنين، أكيد هنين، ليكن وصلوا. ألف الحمد لله، الله استجبني وأنقذني منك، وهلأ صرت بين إيدين أمينة. ليش تأخرتوا لهلأ؟ يا عيب الشوم عليكن، كنا رح نموت هون، لو تأخرتوا شوي كمان كنا رح نشرش. ما تحزيني مديحة خانم، لما تحسين بيك قال نواحي البيت، رحنا دورنا هني. إيه نحن نواحي البيت. معقول مديحة خانم؟ حضرتك بالاتجاه المعاكس تماما. شو كان اسم الآلة اللي مشيتي وراها؟ أكيد خرفاني، ضحكت عليكي. أنا طبعا ما بفهم بهالقصص، أنا رجال كبير وفهمي على قدي. عمي أنت صاير مثل الحماية المكيودة، أول ما بتلاقي فرصة بتسمع حكي. قبل ما أنسى، جان بيك قاعد ببيت الجبل، أهل الضيعة أول ما لقوا القضية شغال اتصلوا بتحسين بيك، وتحسين بيك طلب مني خبركم. شفت؟ هالمرة اجينا بالاتجاه الصحيح. يلا وشنا على بيت الجبل. لا 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 لا، وشنا على البيت، بكفينا اليوم أحداث شيقة، تركينا الولد يرتاح في بيت الجبل وريح راسه، كرمال الله. طيب جان هنيك لحاله، صار عندي فضول أعرف. ما بعرف. مديحة تحركي قدامي على السيارة، تحركي لشوف. أوف. جيبوا لي شنطاتي. الفصعوني قديش وقحة لزقت بابني مثل الألتيكو. إيه لا يعني أنت شو عم تعملي ببيت الجبل تبعنا؟ أنت مين لتروحي لعنده؟ أنت وحدة غريبة ومالك صفة هلأ. معك حق، وأنا هيك رأيي كمان، من دخلتي على البيت مع الدكتور شفتها قدامي، أنا كمان تفاجأت. رفيف؟ ليكونوا هالاثنين رجعوا يحكوا مع بعض بنتي؟ طبعا رجعوا، لكن منين عرفت؟ الله يسمع منك يا بنتي. اخص عليك عمي اخص. انتوا خليكن قاعدين وشوفوا مين عم يحكي مع مين، ولا تنسوا تنموا على العالم على قد ما بتقدروا. عمي فهمني، ممكن تقلي شو اللي عاجبك بهالبنت لحتى عم تدافع عنا ومتضايق مننا؟ لا ومصروعة على الآخر كمان، ركبت التراكتور ورجعت فيه. شو؟ هالبنت ما بتستسلم شو ما صار، مشان هيك بتعجبني كتير. لو بتختفي من حياتنا فجأة يا ربي، ندرت ندر محرز. استغفري ربك مديحة، شو هالحكي؟ أنا رح أمشي خالي مديحة بالإذن منك. عدي شوي بنتي، تركيها تمشي للبنت، أكيد في عندها شغل.
حبيبتي. ما في داعي تتعذبي وراي بالطلعة، مالي غريبة. بخاطرك جدو اسماعيل بالإذن. الله معك بنتي، نربي سد ما يرد. عمي ليش بتحكي عن رفيف بطريقة مو حلوة؟ لك ما حبيته ولا بشكل، شو بعمل لك؟ إيه ما طقتها؟ إيه طبعاً، بدل ما تساعدني لتكون مرته للدكتور جان وحدة مثل هي، رحت حبيت هديك القزمة النصابة. المفروض رفيف الحلوة تكون كنة العيلة، أكابريتها بتناسب عيلتنا، جمال ومنطق. تركينا من الجمال هلأ، هي مثل مذيعات الأخبار، كل ما بتجي بتقول عناوين المصايب وبتروح، وبتنزع مراء العيلة بكل شي بتقوله. أنا عم فكر بالمستقبل، قديش شغلة حلوة يجينا أحفاد شقر مثلها بيفرفحوا القلب، ونشوف حالنا بجمالهم ولبسهم وأكابريتهم. رح أعيش لشوف هداك اليوم يا ترى. ما شاء الله عليكم، قديشكم حلوين يا أولادي. يا ربي عطيتنا أحفاد بليقوا بعائلتنا الكريمة، ألف حمد وشكر إلك يا ربي على هالخلفة. جدو عطيني شوكولا كتير جاي عبالي. بس نحنا شو منقول قبل ما نطلب شي لناكل؟ سلفوبلي. تقبر ستك. وي وي خد لشوف. مرسي بوكو. مامي. بيانفيني. بس ما تكونوا جايين تاخدوا الولاد من عنا. ايه مرت عمي، مديحة الصغيرة على البالي وتحسين الصغيرة على درس التزلج. درس البيانو امتى كان حياتي؟ روحي من 3 لـ 6. وبعدين كمان منروح لنركب خيل. وبعدين انا رح اعمل لكم تورتة طيبة كتير بايدي. مامي رفيف بتعمل تورتة بتاخد العقل. اكسلون. جدو مون شيري. امي حبيبتي منيح اني سمعت كلامكن، يعني ما تورطت وتزوجت هديك الفولغاغ فتون وتزوجت رفيف ليكي. شوفي شوفي العائلة المثالية اللي صارت عندي بيرفكت. حتى البلدية عم بيعلقولنا وين ما كان لوحات وصور، وعملولنا صفحة على الانستا. غيبيان. انا قلتلك كل عمري كنت قلك انه ما رح يجيك الخير من هديك البنت السوفاج والقزمة. خليكم كمان شوي منشرب انجليش تي ومناكل فرنش كيك. ليش لا؟ ما أنا وقت. عدوا يا أولاد. جد 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 جد. ناجية. ناجية. نعم مديحة خانم. فيانزي سي جيبينا شاي وكيك. ألي فورا مديحة خانم. فتون يا فتون. نعم مدام. ماما حبيبتي هاي شو عم تعمل عنا بالميزون؟ عم تشتغل تحت ايد ناجية، وإلنا بتعرف البيت كمان بتشتغل ومنكسب فيها ثواب. يا فتون روحي جيبي لنا شاي بسرعة فورا. أمرك يا بيك. جتام. إن شاء الله إن شاء الله. ابني خفني لك على الحديقة شوي. على عيني. بعرف بموسم الخريف الورق بيهره بس منظره أمرك سمعي. الله يقويك. خير إن شاء الله مديحة، طالعة مشوار؟ ايه قلت بشم شوية هوا وبمر على رفيف. اسمعيني لا تعملي مخططات تخرب الدنيا، ها عم تفهمي؟ شو قصدك بهالحكي؟ مخططات شو؟ شو بتقصد؟ اني اقعد مع كنتي المستقبلية اشرب فنجان قهوة، هذا كله شي طبيعي. وعم فكر امرق لعند الصايغ حط الخاتم، بده تنظيف وتلميع شوي. هذا ماله خاتم العيلة تبعها، خاتم المرحومة مرتي. هو ذاته عمي، صار الوقت لنظفه. إذا الله طعمني رح لبسه لك أنت. هاتي الخاتم لشوف. هاتي. شو عم تعمل عمو؟ هاتي عمل لي. لك هاتي لهون لك. هاتي. هاتي عمل لي. ها.
الخاتم بالذات ذكرى من العيلة. ما قلت لك لما تزوج جان من فتون لبسيها اياه؟ ليش ما لبستها؟ منيح اللي ما لبستها اياه، شفنا اللي صار. انا كمان ما بسمح لك انه تلبسي الخاتم هاد، بسمح هذيك الحية الصفراء. هاتي له هون عملتي. يعني تصرفاتك صايرة مثل الأولاد، خليه ينفعك الخاتم، اشبع فيه. هذا الخاتم رح يوصل لصاحبته اللي بتستاهله. حبيبتي رفيف. أهلين خالي مديحة. أهلين فيكي، إن شاء الله ما نطرتك كتير. ميرسي. تعرفي عنا ختيار بالبيت وفوق منا خرفان وماله سهل. قلت له رح مر بطريقي على السوق وآخذ معي خاتم العيلة لحتى لمعه عند الصايغ ليجي الوقت المناسب لبسه لرفيف. ما فهمت عليكي. ها معقولة لهلأ ما عم تفهمي علي رفيف؟ مفكرتيني مالي فهمانة عليكي؟ من نظراتك لجان ومن كلامك عنه. بس الوقت كتير تأخر هلأ خالة مديحة، ما عاد بيطلع بإيدنا أي شيء والحقيقة كتير واضحة. حبيبتي أول شيء الوقت ما تأخر على شيء لهلأ، وتاني يعني نسيلي كلمة خالة لأنك رح تكشفيلي عمري قدام العالم لو سمحتي. ليك انتي بس قولي انك بتحبي لجان وبتشوفي كيف انا رح وقف جنبك. نحن التنتين اذا حطينا ايدينا بايدين بعض رح نقدر نجيبه وننسي اياها. بس الوضع ماله مثل قبل، وجان ما عم بيقبل يحكي مع ابنه، كل اللي بباله هو الخبيثة فتون. الاول انا بعرف ابني طباعه صعبة وعنيد ودلوع شوي مثل كل الرجال، بس جان كمان مثل ابوه بحب الشعر. ايه انا مو عالفاضي رحت وصفرت هالشعرات حبيبتي لاني بعرف منيح جوزي تحسين شو بيحب. عم تفهمي علي؟ انتي منيحة رفيف؟ خالة مديحة كأنه أخذ شوية برد. إذا بدك باخدك على المشفى ليكشفوا عليكي. لا بروح على البيت بعمل شي سخن بركي برتاح. أخذ برد طبعاً، منروح من هون لعندي، أنا ما رح أتركك. ناجية بتعمل لك شوربة دافية تشربيها وما بيضل فيكي البلا، ماشي؟ تم اختطاف فتون دينج طليقة الممثل المشهور جان تيكين، وقد خطفت السيدة. لا عمو معقول، شو هالحكي؟ ايه بلا حكي فاضي. أنا شو اللي علاقة فيها؟ حتى الآن. ماشي رح سكر الله معك. لا شي ما بيتصدق، معقول يتهموني إلي بهذا الموضوع؟ كلن عم بيقولوا انه مديحة اللي خطفت كنتها القديمة كرمال تبعدها من قدام عيون ابنها. مديحة لا تقولي انت اللي خطفتي البنت. لا شو عم تقول عمي، انت كمان. جان انت منيح ابني؟ الزهران ما عملوا معك شي ما هي؟ شو هالحكي؟ انا منيح امي، الزهران شو بدهم يعملوا فيني يعني؟ موتتني من الرعب عليك جان. روحي هيك ابني جان، ما قدرت تتصل بفتون انت كمان. عم دق وما عم بترد علي. يا حسرتي عليك من خوف عليها جبت بأرضه. ما تخاف يا ابني ما تخاف، الا ما نلاقيها لفتون. مديحة خانم وصلوا الصحفيين بدهم يعملوا مقابلة مع حضرتك. خليهم يمشوا كرمال الله ناجية، ما كان ناقص غير الصحافة. بلا حكيك الفاضي هلا عمي، خلينا نطلع نحاكيهم حتى نقص لسانات العالم، ما عنا شي ضدنا لنتخبى هيك. امشي. ناجية جيبي الجواكيب تبعنا. اخ تحسين اخ ما لقيت تسافر غير هلا على دبي. اخ انخطفت البنت، لازم ناخذ تصريح من دون جاهزة حالك. ليكن اجوا. مساء الخير يا جماعة، تفضلوا. جان بيك ما رح ينضم لكم يا خانم؟ جان عم يحكي مع الشرطة بالوقت الحالي. طيب وحضرتك حابة تقولي شي عن حادثة خطف فتون خانم زوجة جان بيك؟ عندكم أي أعداء؟ بس حابة افتح قوسين لشي مهم كتير هون، زوجته السابقة، فتون زوجته السابقة، هالمعلومة مهمة. طيب الخاطفين تواصلوا معكم يا ترى؟ لا ما حدا تواصل معنا. يعني لهلأ ما حدا طالبكن فدية مزبوط؟ يعني لهلأ ما حدا طلب منا أي شيء. طيب ناويين تعطوا مكافأة للشخص اللي بيوصلكن لفتون خانم؟ مكافأة؟ طبعاً طبعاً أكيد. قديش المكافأة مثلاً؟ انخطفت البنت. 100 ليرة. حاطة 100 ليرة للي بيلاقيها لفتون. 100 ليرة؟ معقول؟
المبلغ مانو قليل شوي يا خانم؟ 1,000,000 ليرة. عمي شو عم تقول انت؟ بركي لقاها شي حدا بدنا ندفع 1,000,000 ليرة. طبعا 1,000,000 ليرة. رح ادفع 1,000,000 ليرة مكافأة للشخص اللي بيرجع لي بنت فتون. كنتنا السابقة. من هون رح اقول الحكي للجميع، اللي بيرجع لي بنتي فتون لعندي رح تكون مكافأته 1,000,000 ليرة. المهم انه ترجع على بيتها بالسلامة. هلأ يا جماعة هذا كل شي فينا نحكي. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. وانتو بخير. وانتو بخير. شكرا. مبلغ مو زي ولا شو. خلص خلص. شو؟ لك جد انت شو عملت؟ نحنا كنا منروح ومنلاقي فتون بطريقتنا هيك، القصة رح تتعقد أكتر. طبعا أكيد أنا كمان هيك قلت له بس ما رد. محروق قلبي على البنت يا ابني، محروق قلبي. اللي خاطفها للبنت إن شاء الله تتكسر إيديه وشريه، الله لا يوفقه. وإن شاء الله بينطع لسانه وما يقدر يحكي كلمة من هلأ ورايح. جدي 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 معه حق بكل كلمة عم بيقولها، لأنه القعدة هون ما بتنفع ولازم روح ودور على فتون. واقف جانا، وين رايح؟ أنا كمان بدي أجي معك، ما بخليك تروح لحالك. رفيف أنت شو عم بتقولي؟ بكفينا وحدة مخطوفة، شلون بدي أخدك معي؟ مونا أصلا مصايب. لوين؟ ابني واقف بس دقيقة، تعال هون. أنت لوين مفكر حالك رايح؟ أنت ما فيك تتدخل هيك بقصص العصابات، الشرطة بيلاقوها بعد ساعة أو تنتين وبيرجعوها. جدك حط 1,000,000 ليرة مكافأة. شو قلتي؟ مستحيل، أنا ما فيني أتحمل. أنا رايح دور على فتون فورا. لا تروح جون، لا تروح. لا أروح يا ابني. إليزا. نعم يا بنتي. ألو جدي، هاي أنا فتون. فتون عم تقلي؟ والله فتون على التليفون يا جماعة. وينك يا بنتي؟ وينك جدو؟ صار في سوء تفاهم بسيط. أنا طلعت مع رفقاتي لمنطقة بعيدة وتليفوني ما في شبكة ونسيت خبر. بس يا بنتي أنا شفتهم بعيوني، 2 مخنعين. إيه 2 مخنعين، ومرقوا بسيارتهم من قدام عيوني من طريق بيتكم. أنا شفتهم بعيوني يا بنتي. شفتي شلون؟ هالقصة كمان طلعت وحدة من تمثيليات فتون خانم. اللي عم تقولي مزبوط خالي مديحة، والله بينخاف منه. أنا بعرفهم جدي، هدول كانوا رفقاتي وحبوا أنهم يمزحوا معي. آسفة كتير لأني خوفتك علي، لا تزعل مني، سامحني جدي. بعدين منحكي، بشوفك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.